احتفل اليوم في مقر وزارة الخارجية بالتوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة. وقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد جار الله، وعن الجانب الكازاخستاني سفير كازاخستان لدى دولة الكويت الماس عبد الرحمنوف.